سيدتي آنساتي سادتي، يطيب لي أن أقول لكم مساء الخير. فمساء الخير، نحييكم ونحييكن من تلفزيون وإذاعة عرب كارلو بالوا سيكام. وقبل أن نبدأ بعرض برامجنا من مسلسلات، زوايا، ندوات وبرامج تنفيعة، يطيب لي أن أقدم لكم الفريق العامل بالمحطة. يتألف هذا الفريق مني شخصياً، فأنا المذيعة الأولى بمحطة راديو عرب كارلو. كما يطيب لي أن أقدم لكم بقية الزملاء، الزميل عمر حجو، قانوني وخبير بلع، اختلس من إحدى المؤسسات 3 ملايين فقط، فكفت يده عن هذه المؤسسة وأطلقت في مؤسسة أخرى، ويعمل بمحطتنا بأيد إضافية. الزميل شاكر بريخان، شهادة دكتوراه بالطب النفسي ويستفاد من اختصاصه بقسم الديكور. الزميلة سوزان فخري، اختتمت دراستها العليا بالشهادة الابتدائية، وبسبب مواهبها الواضحة جدا فهي الزميلة الأكثر رعاية عند مدير المحطة. سدي بوزك ولا كل إشاعات. إشاعات وما بتتعزلي من أوضة المدير. عم نحضر برنامج جديد اسمه 2 على الهوا. 2 بس مو على الهوا. يا زميلات بكير على نشر الغسيل. لكولي عليها شو غيورة. قولك على شو بدي غار، على الشعر العيرة ولا على اسنان الذهب؟ ايه بدي انك تكرارك، قربي لفرجيك. ده يا زميلات عيرة. قولي عليها تروح تشوف حالها. قولك انا ما حدا بيغبر على كندرتي. صح يا رجال. ايوه صح. أنسي كارلو. نعم. بيقول لك المدير بس تخلصي نشرة الأخبار اطلعي لعنده، في له معك تعليق على الأخبار. العمى اتركونا شي موجز. امسحي كندرتك. هذه المعركة قدمت لكم برعاية سجاير مارلبورو. لا تسأل عن الاسم واسأل عن مارلبورو. إنها السيجارة الأكثر تهريبا في العالم. نأسف لهذا العطل الفني الطارئ، ويطيب لي أن أعود لتقديم بقية الزملاء. الزميل نبيل خزام، دحشه أحد الوزراء بوظيفة مهمة في محطتنا، وطار الوزير بقي الأخ وسبحان الدين. الزميل حسام تحسين بيك، قدم لمسابقة انتقاء مذيع تلفزيوني فلم ينجح بسبب وجهه الإذاعي، ولم يستطع المدير أن يصمد أمام بطاقات التوصية فعينه بمحطتنا بصفة مطربة عاطفية. الزميلة هالة شوكت، مطلقة 3 مرات وتعمل حاليا مشرفة على برنامج الأسرة السعيدة، ترفض الزواج مرة أخرى إلا إذا تقدم إليها زوج مناسب أو غير مناسب، وترغب أن يكون من أسرة محافظة وتفضله من محافظة لندن. خمرية اللون، ملفوفة القوام، ومستعدة للمساعدة بنفقات بيت الزوجية. وعندي بيت ملك وسيارة ادخال موقت وقنينة غاز مو مدقورة. ياي
الزميلة هيام فومي. كانت بقعت يا نصيب ووجدت أن الجوائز الكبرى من حق الدول الكبرى، أما الدول الصغرى فلا تربح إلا جوائز الطردية. وبكرة السحر. والآن مع المطرب الثائر سمير حلمي. تحت المحطة الموسيقي النبيلين خياط وغريواتي. رفض مطربنا أن يغني نشيد النصر لعام 67 ويغني عندنا بالدين وكلاجين فني. أنسى كارلو؟ نعم. أنا أنت تغني؟ مو بدي أقدم البقية بالأول؟ يعني دوزن أول؟ دوزن. يلا شباب. أخيرا كابتن فريق المحطة وقلب الهجوم الزميل دوريد لحام. جبت لكم علم للمحطة. جايب لنا علم من البالي؟ ولك ثلاث ارباعنا عم يلبس من البالي. بدك علمنا من عند بيير كاردان؟ 30 سنة صرنا بنحلم بالاشتراكية وبعدنا بنلبس من عتاية الرأسمالية. حتى بدي تانية. ارجع. محطتنا سرية، نبث برامجنا من مكان ما من الوطن العربي. تيرم تيرم تم 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 تم. بسبب أرائنا الخاصة لا نتلقى أي معونة، لذلك فمحطتنا فقيرة. تيرم تيرم تم 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 تم. ليس عندنا أجهزة ولا استديو، فبرامجنا سيقدمها لكم فريق المحطة. تيرم تيرم على الهواء. تم 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 مباشرة. تم تم. سيدتي وسادتي، أمسية سعيدة أرجوها لكم مع برامجنا من محطة را ألف كاف راديو أراب كارلو. ولكن قبل فتح الستار وفتح الملفات لنا كلمة صغيرة. راكا راديو عرب كالو. راكا راديو عرب كالو. بدأت بعض المحطات بالتشويش علينا، ولكن لن تتمكن أي أجهزة تشويش في العالم أن تمنعنا من الوصول إلى قلوبكم وقلوبكنا. يا ماما تقرشيني وتقرشيني أخوشي. يا ماما تقرشيني وتقرشيني أخوشي. أنا بدي أرسي أحفظ دروسي. مين كبار أرسي ونصغر أرسي ونالطويل أرسي ونالقصير أرسي المغز أرسي وللسكر أرسي وللسمع أرسي وللنظر أرسي للجواج أرسي للطلاق أرسي للحرية أرسي للاستعمار أرسي للحرب أرسي وللسلم أرسي وأمي بدها أرسي وستي بدها أرسي. كلاب شوار ولك اسمعوا الأخبار، هي أخبار بتنهضم لحتى عم تغنوا وترقصوا. ولا أخبار بدها أرسي ولا أسعار بدها أرسي والحالة بدها أرسي ومبادرة بدها أرسي ونوبل بده أرسي وأرسي أرسي أرسي تشا تشا تشا. سيدتي وسادتي، طيب لي الآن أن أقدم لكم الحلقة الأولى. نعم. أنا أنت دوري. هلكتني. جاهز تغني قبل المسلسل؟ من جمعتين جاهز حالي أنا.
أيها المواطنون، مع الكلمة المقاتلة واللحن الملتهب، مع مضرب النضال والمعارك الطاحنة سمير حلمي في آخر أناشيده الوطنية. هل رأى الحب سكارا 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 مثلنا؟ هل رأى الحب سكارا 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 مثلنا؟ ضحكت طفله